تمام، باشمهندسين كده التسجيل اشتغل، قدامكم 10 دقايق اتفضل. مساء الخير، احنا جروب 13.4. النهارده هنتكلم معاكم انا امير وجمانه وروان وتامر ومينا. هنتكلم معاكم في موضوع كان شاغل الناس الفتره اللي فاتت وبالذات على السوشيال ميديا، وهو الكريبتو كرنسي. في الاصل الاول، ايه هي اصلا الفلوس وازاي اتدرجت لغايه ما وصلت للكريبتو كرنسي؟ وهنتكلم كمان عن بدايه الكريبتو كرنسي وايه هي اصلا. هنتكلم عن مميزات الكريبتو كرنسي، هنتكلم بشكل اكتر خاص عن البيتكوين وازاي البيتكوين الفتره اللي فاتت اسعاره بدات تزيد وتعلى. هنتكلم كمان هل عمليات الكريبتو كرنسي دي اصلا امنه ولا ممكن يحصل زي سرقه او احتيال. اول اوت لاين معانا هو ذا انسبيريشن بيهايند كريبتو كرنسي. هنتكلم هنا عن بدايه الاول. الناس في الاول فكرت ان هي تعمل فلوس بكذا طريقه، في اللي قال ان هو هيكسر السن بتاع الحوت ويكسره ويبقى ده الفلوس بالنسبه لهم، وفي اللي عمل القواقع، بس كل الطريقه دي ما كانتش ناجحه 100%، لغايه ما الامراء او الملوك فكروا في فكره ان هم يعملوا عمله مطبوع عليها صورهم، طبعا باختلاف الالوان او باختلاف اوزانهم. ولكن اجت الصينيين كده وعملوا حيله معينه، هي ان هم يقولوا للشعب ان احنا هناخد منكم الفلوس الكوينز دي بدل ما تبقى صعبه في التنقل وكده، وهنديكم مكانها وصل او ورقه بتضمن حقكم عندنا. ولكن ده ما كانش يعني كنترول قوي، لان هم كانوا سهل جدا ينسخوا الورق ده، لغايه ما وصل لغايه الجولد ستاندرد. جولد ستاندرد او الغطاء الذهبي هو مثلا انا كدوله، انا عندي مثلا مخزون من الذهب معين قيمته الماديه دي اللي بقدر اخرجها على هيئه الاقتصاد. ولكن ده ما كانش فير قوي الجولد ستاندرد، لان هو كان في سنه 2016 حصلت احصائيه بسبب عدم التوزيع الجغرافي المتكافئ حوالين العالم للذهب، ان الصين اصدرت 436 طن من الذهب. في نفس السنه تقريبا اليابان اصدرت زيرو من الذهب، وبكده الموضوع ما كانش متكافئ قوي وما كانش فير، لغايه لما اجت الحكومه الامريكيه اصدرت ان هي هتلغي الجولد ستاندرد ده. وكان من اهم اسباب ان هي تلغي ده ان هي كانت شايفه ان الاقتصاد عامه ما ينفعش يبقى متحدد او محصور بكميه الذهب او بمقداره حوالين العالم كله. هنفهم اكتر عن الكريبتو كرنسي وازاي هي اصلا بدات مع روان. وبتطور الزمن بقى عندنا العملات اللي هي العادية اللي بنستخدمها كل يوم زي العملات الورقية والعملات النقدية، بس ما عندنا عملات موازية اسمها ديجيتال كريبتو كرنسي، بمعنى ان انت يبقى عندك اي مبلغ مالي بس بشكل ديجيتال، ما تقدرش تمسكه في ايدك بس تقدر تحوله لاي حد بطريقة سريعة او تقدر تشتري بيها اي حاجة. الفرق ما بين الكريبتو كرنسي والعملات العادية ان الكريبتو كرنسي مش بتديرها الدولة انما بتديرها مؤسسات خاصة او بعض الافراد. الكريبتو كرنسي بتعتمد على نظام اسمه البلوك تشين، بمعنى ان اي معامله بتحصل مش بتروح لجهه معينه واحده انما بتروح لجهات كتير جدا. بدات الكريبتو كرنسي في هولندا كمحاوله لتقليل السرقه بالليل، بمعنى ان لو اي حد ماشي بمبلغ مالي معرض انه يتسرق، انما لو طول ما انت معاك محفظه افتراضيه ممكن يكون معاك اي مبلغ مالي كبير او صغير بس مش مينفعش تسرق. بدات الكريبتو كرنسي في 2009 بمجموعه افراد غير معروفين لحد النهارده اساميهم او هويتهم، بس كانوا تحت اسم ساتوشي ناكاموتو. وبعد كده بدات تتطور ويظهر منها انواع كتير جدا، اشهرها البيتكوين. البيتكوين هي اكتر شهره في السوق لان هي محققه اكتر ايرادات. كانت في 2009 البيتكوين عامله 1 دولار بما يساوي 5.5 جنيه. لو انا قلت لك هات 5.5 جنيه وبعد 13 سنه هديك 636,000 جنيه، طبعا دي حاجه شبه مستحيله، بس هو ده اللي حصل، ان فعلا كل الناس اللي اشترت بيتكوين 1 بيتكوين في 2009 حاليا في 2021 بقى معاه 636,000 جنيه. من 4 ايام بالظبط كل الناس اللي كان معاه 1 بيتكوين زاد، يعني البيتكوين زادت ب 4000 دولار، فكسبوا حوالي 100,000 جنيه في 4 ايام بس. بقى عندنا نوع تاني من الكريبتو كرنسي اسمها اللايت كوين، واللي بدات تظهر في 2011، واللي اسمها سيلفر تو بيتكوينز جولد. وبعد كده بقى عندنا نوع تاني في 2015 اسمه ايثيريوم، لكن هي مش بتعتمد على المعاملات المادية بس، لكن ممكن نعمل بيها عقود بيضمن صحتها وصحة بنودها، نظام شبكي معين. بعد كده اخر نوع لسه محققش شهرة جد زي البيتكوين او اللايت كوين اسمه الليبرا، واللي بدأت تعمله فيسبوك السنة اللي فاتت. هنعرف اكتر عن مميزات الكريبتو كرنسي مع تامر. تمام، بالنسبه للادفانتج اوف يوزنج كريبتو كرنسي، اول ما عموما هي السكيورتي. اي ترانزاكشن حصلت مش هينفع يحصل لها ريفرس، الا والفلوس اللي راحت مش ترجع غير عن طريق ان الطرف الثاني يعمل لها ريفند. فعشان كده بيستحسن ان الترانزاكشنز اللي بتحصل تكون مع اي طرف تراستد. برضو الانكريبشن تكنيك، انكريبشن تكنيك مثلا في البيتكوين، البيتكوين بتستخدم السكيور هاش الجوريزم، اللي هو لو بيت واحده في الداتا اتغيرت الداتا كلها تتغير تماما.
فده بيكون سكيور اكتر. برضو الترانزاكشنز بتكون سهله جدا، ما تحتاجش تقريبا اي فيز واي كوميشن او بيبر ورك بتحتاجها. اليوزر بيقدر يتحكم ازاي يصرف فلوسه براحته من غير اي ريجوليشنز او رولز عليه. كل ده بيحصل طبعا واليوزر الايدنتيتي بتاعته بتبقى هيدن من غير اي حاجه ليها علاقه بيرسونال لي. كل الترانزاكشنز اللي بتحصل مش هيقدر اي حد يعملها تراك داون بسهوله، فعشان كده بتبقى سكيور اكتر. بالنسبه لل وات ميكس بيتكوين ستاند اوت، مين هيعرفنا عليه؟ تمام، دلوقتي هتكلم عن واتس ميك بيتكوين ستاند اوت في ثلاث اجزاء. اول جزء البلوك تشين، ثاني جزء ترانزاكشن سبيد، ثالث جزء ديفيزابيلتي. البلوك تشين بيعتمد عليه البيتكوين بحيث اللي هو بيجمع عليه كل المعاملات والمعاملات المؤكده يعني. والبلوك تشين بتسمح لمحافظ البيتكوين بحساب رصيدها اللي نقدر ننفقه، وبالتالي هنقدر نتحقق من المعاملات الجديده، وبالتالي هنضمن انها مملوكه للي هيصرفها. ولضمان الحمايه بيتم استخدام التشفير، وبكده ممكن نقول ان البلوك تشين بشكل عام عباره عن بنك بس اتعملت فيه رقميه مش ورقيه. تاني جزء ترانزاكشن سبيد اللي هو سرعه التنقل في المعاملات، وده بشبهه بمثال بسيط. لو احنا في طريق سريع والطريق ده اتملى عربيات، والعربيات دي المعاملات الورقيه، في خاصيه في العربيه بتاعتنا اللي هي ظهرت جديد اللي هي بيتكوين. بيتكوين دي تخلينا نقدر ننفذ من فوق العربيات دي كلها ونوصل لاخر الطريق باسرع وقت ممكن. ده بالنسبه للترانزاكشن سبيد. تالت جزء اللي هو الديفيزابيليتي اللي هي قابليه القسمه، هي واحده من الخصائص الاربعه لاي شكل من اشكال المال. قابليه القسمه دي من مميزاتها اللي هي اللي فيها قابليه النقل وعدم التزوير، وبتضمن امكانيه اللي هي تقسم الاموال لوحدات اصغر ممكن نستخدمها في سلع مختلفه. ودلوقتي جومان هتكلمنا عن عمليات النصب في الكريبتو كرنسي. ازاي ممكن يحصل سكامز في الكريبتو كرنسي؟ اول حاجه ممكن تحصل عن طريق امبوستر ويب سايتس او فيك موبايل ابس او سكامينج ايميلز. واكزامبل على ده حاجه لسه حصلت الصيف اللي فات، ممكن تكونوا سمعتوا عنها، هو ابلكيشن طلع جديد كلينز انه بمجرد ان انت تنزله بيجي لك عملات كريبتو كرنسي اسمها بايز، وان انت ممكن بعد كده لما قيمتها تعلى انت ممكن تبيعها. علشان نفهم الموضوع ده اكتر لازم نفهم ايه هو المايننج. هو سيمبلي انك تتبرع بيور ديفايس للشبكه، يفكوا تشفير ويرجعوا يشفروا تاني بلوك تشينز، وانت بيجي لك عملات كبروفيت ان ريتيرن. وعلشان تعمل الموضوع ده لازم يكون الديفايس بتاعك قوي ويستحمل الحاجات دي، اما هيبوظ. نرجع تاني للباي نتورك، بمجرد ان انت تنزل الابلكيشن ده هيقول لك ان انت بتعمل مايننج لربع باي كل ساعة مهما كانت إمكانيات الديفايس بتاعك، which is sketchy لأنه المفروض كل ما يكون الإمكانيات بتاعت الديفايس بتاعتك أعلى كل ما تقدر تعمل مايننج أكتر لعملات في وقت أقل. لكن لو دخلنا على الوايت بيبر بتاعة باي نتورك هتلاقي إن هما كاتبين إن هما بيستخدموا تكنولوجي جديدة اسمها Stellar Consensus Protocol. بيقولوا فيه إن هما بيعملوا مايننج من غير ما يستهلكوا أي حاجة في الديفايس. ماشي، بس برضو هنلاقي ان هم كاتبين ان الفاليو بتاعت 1 باي 0 دولارز، ودي حاجة وحشة لانه كده معناه ان العملة دي منتشرة جدا وهيكون في منها كتير جدا مع الناس، يعني ناس كتيرة جدا معاها كتير جدا من العملة دي، فكده ملهاش اي قيمة ومحدش هيشتريها بفلوس طول ما هي موجودة من غير فاليو. يعني مثلا البيتكوين موجود منها 21 مليون بس في العالم كله، وده اللي مديله قيمته. حاجة كمان another red flag إنه الابليكيشن بيطلب منك private information كتير جدا which beats the whole point of anonymity في الcryptocurrency. الغريب في الموضوع إنه الديفلوبرز بتوع الcryptocurrency دي اللي هي باي نتورك والابليكيشن نفسه هم 3 graduates من Stanford University معروفين بأساميهم. والحقيقة إن دي مش أول مرة تحصل، قبلها بسنتين قبل باي نتورك بسنتين كان في عملة تانية اسمها بيتكونكت طلعت فجأة وانتشرت بنفس الماركتينج استراتيجي بتاعت باي نتورك، والأونر بتاعها سرق فلوس كلها وهرب واتسجن في الآخر هو وعيلته. ودلوقتي هنراقب الموضوع ده كله مع أمير في الكونكلوجن. زي ما احنا شفنا النهارده في البرزنتيشن هو بيتكلم كله عن الكريبتو كرنسي وقد ايه هي مواكبه او ماشيه مع التكنولوجيا اللي بنمر بيها، قد ايه هي حاجه مهمه جدا، امنه جدا وسريعه، وزي ما شفنا هي تحت حاجه اسمها بلوك تشين، هو كبير جدا تحت سيطره ناس كتير قوي. عملنا سيرفي علشان ناخد راي الناس ايه اكتر كريبتو كرنسي هم عارفينها. كانت الرقم واحد باكتساح كان هو البيتكوين بنسبه 91.5%، واجى بعديها باقي الكريبتو كرنسيز. ومن هنا عرفنا ان الكريبتو كرنسي عامه هي عالم كبير جدا مليان معلومات ومليان اخبار اكتر واكتر واسعار بتزيد في كل وقت. لذلك عملنا دوكيمنت معينه محطوط فيها لينكس تقدروا تخشوا عليها تعرفوا اكتر وتسيرش اكتر عن موضوع الكريبتو كرنسي. ثانك يو فور واتشينج. تمام خلاص كده يا فرانسين؟ خلاص.